أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا اليوم عن الدليل الثالث للقائلين بالجبر. يستدل بعض الجبريين بعموم علم الله تبارك وتعالى لكل شيء، فيقول: لو كان الله عالما بحركاتنا وسكناتنا، فإما أن يلزم كوننا مجبورين، أو يتبدل علم الله إلى جهل. ينسب إلى الشاعر الإيراني خيام أنه ذكر في رباعياته ما يدل على هذا المعنى. يقول في إحدى رباعياته المنسوبة إليه أن الله تبارك وتعالى كان يعرف شربي للخمر منذ الأزل، فإذا لم أشرب الخمر اليوم أو إذا لم أشرب الخمر الآن فإن علم الله تبارك وتعالى يتبدل إلى جهل. أولا، لا ندري إن كان هذا البيت حقيقة للخيام أم لا، وإن كان جبريا حقيقة أم لا، وهل كان يقصد من الخمر واقعا هذا المايع المسكر الذي يفقد الوعي وقد حرمت الشريعة ذلك. لأن العرفاء في فترة زمنية من التاريخ دابوا على الكناية وأن يرمزوا إلى ما يريدون بعبارات موهمة، وهذا جاري في كثير لدى كثير من الشعراء من أمثال حافظ والخيام وأمثال هؤلاء العرفاء، حيث يعبرون عن الحب الإلهي بالخمرة، يعبرون عن الولي بكذا وكذا بالساقي وأمثال ذلك. فلا شأن لنا بذلك ولا نتطرق إلى هذه الموضوعات لأنها ليست ذات صلة ببحثنا. إنما نقول هناك من يستدل على الجبر بكون الله تبارك وتعالى عالما. يقول الله تبارك وتعالى: إذا كان يعلم أن فلانا الفلاني سيشرب الخمر في التاريخ المعين في التاريخ المحدد، وكان هذا الشخص الذي عبرنا عنه بفلان الفلاني كان مختارا في الفعل والترك، لأن المفروض أنه ليس مجبرا، فإذا هو مختار، ونفترض أنه اختار الترك يعني لم يشرب، يلزم حينئذ أن ينقلب علم الله تبارك وتعالى إلى جهل. إذا كان الله تبارك وتعالى يعرف أن زيدا سيرتكب جريمة في يوم الاثنين 29 شباط 1988 مثلا، إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم أن زيدا سيرتكب هذه الجريمة في هذا التاريخ، وافترضنا أن زيد مختار ليس مجبر، فاختار أن لا يرتكب، كان في نيته أن يفعل ذلك، ولكنه فكر جيدا، فكر عمليا، نصحه بعض أصدقائه، خاف من العقوبة، خاف من الله تبارك وتعالى، على كل تذكر الآخرة، تذكر العذاب، تذكر الجحيم. فعلى أي حال نرى هذا الشخص زيد أقلع وترك القيام بالمعصية وأقلع عنها، ندم على هذا التصميم وهذا الفكر، فإذا ترك الفعل لم يرتكب. طيب، في سجل الله، في علم الله تبارك وتعالى، في إحاطة الله تبارك وتعالى صورة مرتسمة لهذا زيد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية وهو يشرب الخمر. طيب، في الواقع العملي هذا الشخص ترك هذه الجريمة، ترك هذا الفعل الشنيع. طيب، معنى ذلك أن علم الله تبارك وتعالى تبدل إلى جهل.
انكشف أن علم الله لم يكن لك والعياذ بالله لم يكن مطابقا للواقع. فإذا فرارا من هذا المحذور، فرارا من أن يتبدل علم الله إلى جهل، يجب القول بأن الإنسان ليس مختارا بل يفعل ما قدر الله له أن يفعل دون تخلف. إذن الله تبارك وتعالى يعلم بكل صغيرة وكبيرة تصدر من هذا العبد على ما هي عليه من ثبات وضرورة لا يمكن أن يتزلزل ذلك أو يتزعزع. هذه الصياغة للدليل نستطيع أن نلخصها بهذا السؤال: هل يستلزم علم الله تعالى بأفعالنا الجبر؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم كل صغيرة وكبيرة عن أفعالنا، فهل يعني ذلك، فهل يستلزم ذلك أننا مجبورون في أفعالنا أم لا؟ نستطيع مناقشة هذا الدليل بثلاثة أوجه. نقول أولا على سبيل المناقشة طبعا، ماذا تقولون بالنسبة علمه تعالى بأفعاله؟ علم الله تبارك وتعالى بأفعاله، إذا كان العلم بالأفعال يستلزم الجبرية، فمعنى ذلك لابدية الصدور، يعني أن تكون الأفعال الصادرة من الله تبارك وتعالى حتمية الصدور، لا يملك خيارا فيها. ونوضح ذلك بهذه العبارة، نقول لو كان تعلق علم الله تبارك وتعالى بأفعالنا مستلزما لوقوع أفعالنا منا بصورة جبرية حتمية، فتعلق علم الله تبارك وتعالى بأفعاله جلت أسماؤه وصفاته يكون مستلزما لوقوع الأفعال منه بصورة حتمية بصورة جبرية، أي كونها لابدية الصدور منه تعالى، وإلا لانقلب علمه جهلا، وهذا ما لم يقله أحد. يعني لا تكاد تجد عالما أو كلاميا، لا تكاد تجد صاحب رأي ذكر هذا المعنى، إن الله تبارك وتعالى تصدر أفعاله منه قسرا. والكل يعترفون بأن الله تبارك وتعالى فاعل مختار، أفعاله لا تصدر منه قسرا، ليس مثل الطبيعة. الطبيعة المعادلة الكيميائية، المعادلة الفيزيائية، الشيء المعين في الطبيعة يصدر منه الأثر الفلاني شاء أبا. النار بحسب الظاهر يصدر منها الإحراق، النار يصدر منها الإحراق. الماء يغلي عندما يصل إلى درجة 100 سنتيغراد. طيب، فإذا هذا الصدور، هذا الفعل، هذا الأثر إنما هو لابدي حتمي ضروري من دون اختيار، من دون موازنة، من دون تروي. طيب، إذا كان الله تبارك وتعالى علمه مستلزما لابدية الصدور بالنسبة لأفعاله أصبح فاعلا قسريا، وهذا ما لم يقل به أحد. المناقشة الثانية، نقول إن الله تبارك وتعالى عالم بأفعالنا مع جميع مقدماتها ومعداتها، ومن تلك المقدمات اختيارنا. نحن نقول بأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعني لا يخفى عليه شيء. فإذا هو عالم بكل الجزئيات، عالم بتفاصيل الأشياء صغيرها وكبيرها، لا يخفى عليه شيء. إذا الله تبارك وتعالى مطلع على أفعالنا بجميع مقدماتها، محيط بها من أول نقطة نشرع فيها حينما ننوي ونخطط ونرتب، محيط بها من أول نقطة نشرع فيها ونعد للفعل بواسطتها حتى الحصول على النتيجة. من الواضح أن من المقدمات إرادتنا واختيارنا، لأنه هو الذي أعطانا هذا الاختيار. فإذا كان الله عالما بأفعالنا فهو عالم بكونها مسببة لإرادتنا واختيارنا، وهو الذي منحنا حرية الإرادة حيث قال: وهديناه النجدين،
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذا كان في علم الله تبارك وتعالى وقوع الفعل منا مسببا لإرادتنا بطل الجبر وثبت الاختيار. المناقشة الثالثة نقول فيها: الموجودات معلولة لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، فلا حاجة لعلة ثانية. إذن لا يصح اعتبار الموجودات معلولة لعلم الله تعالى، لأنه ثبت في محله كون الخليقة، كون العالم، كون المخلوقات، كون الموجودات معلولة لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. ومن الواضح أنه لو كان علم الله علة للإيجاد على ما تقولون لم يكن فائدة لعلة ثانية هي الإرادة أو المشيئة. فيجب أن ينتسب كلامكم طبعا إلى إحدى العلتين، إحدى الجهتين، ويكفي فيهما جهة واحدة. يكفي أن تكون الأفعال صادرة من إرادة الله ومشيئته، وقد عرفنا ذلك. أما إذا قلت بأنه تصدر عن علم الله تبارك وتعالى، فإذا لا حاجة إلى علة أخرى. فإما أن ترفض انتساب والصلة بين الأفعال وبين علم الله. الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لكن ليس علمه هو مصدر الوجود، إرادته مصدر الوجود. فإذا يجب أن نكون دقيقين علما بأن علم الله تبارك وتعالى عين ذاته، وإرادته كما رأينا صفة فعل. والفرق بين الإرادة والمشيئة أيضا عرفناه من حيث الانتساب إلى الفاعل وإلى الفعل في نفس الفاعل منا، ذات الذات الإلهية. طيب، فمن الواضح أنه لو كان علم الله تبارك وتعالى علة للإيجاد وليس علة للإيجاد، لم يكن فائدة لعلة ثانية هي الإرادة أو المشيئة. وهل أقوى في الاحتجاج من القرآن نفسه؟ القرآن نفسه يدل بصراحة على كون العلم والإرادة صفتين متغيرتين، والقرآن كله شاهد وناطق صدق بأن العالم نشأ واستند إلى إرادة الله تبارك وتعالى، ليس نتيجة لعلم الله تبارك وتعالى. نحن مخلوقون بإرادة الله تبارك وتعالى، نحن مخلوقون موجودون بمشيئة الله تبارك وتعالى، أعطانا كل شيء بمشيئته وبإرادته. أما علمه فلم يكن علة للإيجاد. لماذا تعتبرون العلم علة للإيجاد؟ إذن لا يمكن أن تكون الأفعال، أن تكون الموجودات، أن يكون الفيض ناتجا أو مستندا إلى العلم، وإنما هو مستند إلى الإرادة. الذات الإلهية العلم فيها صفة ذات، إذن الكمال الوجودي الذي لا يتخلف عن الذات الإلهية هو العلم، ولكن الإرادة باعتبار أنها صفة فعل. الله تبارك وتعالى يريد خلق العالم، يريد إحداث العالم، يريد إيجاد الموجودات. ولذلك نقول بأن القرآن نفسه يصرح بأن العلم والإرادة صفتان متغايرتان، وأن الخلق والإيجاد مستند إلى الإرادة دون العلم. إذن إذا هذا السؤال، وهو أنه هل يصح اعتبار علم الله تبارك وتعالى علة للموجودات، نجيب بثلاثة أجوبة. أولا نقول لو كان علمه بأفعالنا مستلزما للجبرية، لزم أن يكون علمه تعالى بأفعاله مستلزما للابدية الصدور، وهذا ما لم يقل به أحد. وقلنا ثانيا إنه عالم بأفعالنا مع جميع مقدماتها ومعداتها، ومن تلك المقدمات اختيارنا. والنقطة الثالثة أن الموجودات إنما هي معلولة لإرادة الله تبارك وتعالى، لمشيئة الله تبارك وتعالى، فإذا لا حاجة لعلة ثانية. وإذا كانت كما تقولون معلولة لعلم الله تبارك وتعالى، إذا لا حاجة للإرادة والمشيئة، في حين أن القرآن يصرح بأن المخلوقات مستندة إلى الإرادة والمشيئة لا إلى العلم. ولنضرب مثالا
على ذلك من واقعنا ليقرب المعنى إلى الذهن. فقد سبق أن قلنا أنه لا مجال لقياس صفات الله تبارك وتعالى بصفاتنا، والتشبيه بين أفعال الله تبارك وتعالى وأفعالنا، فأين التراب ورب الأرباب؟ لا مجال لأن تقيس، ليس كمثله شيء، لا ند له، لا شبيه له. وحقيقة التوحيد ألا تتوهمه، حقيقة التوحيد ألا تنسب إليه ما ليس له. تعالى وسبحانه وتنزه وهو أسمى من أن يقاس بمخلوقاته، ليس كمثله شيء. لكن إذا ذكرنا مثالا في خلال مناقشاتنا من واقعنا، بحيث تعرفون أن الإنسان مأنوس بالأجواء المحيطة به ويفهم لغتها ويعرف مدى تأثير ذلك في وضعه، في رؤيته، في فهمه، بناء على هذا نقول لا بأس بذكر المثال الآتي حول المعلم والطالب الكسول. ماذا نقصد بالمعلم والطالب الكسول؟ لنفرض معلما يدخل الصف ويبدأ تدريس الرياضيات بأسلوب ماهر، طرق تربوية ممتازة، يعطي التمرينات المتعددة على المعادلة الواحدة، يركز من الجوانب الفنية على قدرة التلاميذ على الاستيعاب، يختبرهم، يمتحنهم، ومن خلال تعامله مع الطلاب في الصف يبلغ ذكاؤه درجة يميز معها بين الطالب المجد والطالب الكسول منذ الأسابيع الأولى. غالبا المعلم الجيد، غالبا المربي الماهر، غالبا المدرب الصحيح، المدرب في الأعمال الرياضية. هناك عدة أشخاص يريدون الدخول في مسابقة، يدربهم المدرب، إنه يرى في واحد منهم بالخصوص كفاءة أكثر، استعداد أكبر، موهبة أعظم، يرى فيه انسجاما مع التمارين المعطاة له وتطبيقا دقيقا، ويرى منذ اللحظات الأولى كسلا وتقاعسا في الآخرين. طيب، ذكاء المعلم، خبرة المدرب، تفرسه، معرفته أن هذا الطالب مجد وذلك الطالب كسول، أو نظرة بسيطة يلقيها المعلم بين طلاب الصف، يرى أنه في هذا الصف المتكون من 40 طالبا مثلا، قدر المتيقن 30 من هؤلاء سينجحون و10 سيرسبون، من بين هؤلاء 30 4 ممتازون جدا ويباقون في الحد المتوسط مثلا. إذن يستطيع أن يقدر نسبة النجاح ويعرف سلفا من الذي سيرسب، يعلم أن الطالب الفلاني سيكون الأول على صفه، أن الطالب الفلاني سيكون نصيبه الفشل والرسوب في نهاية العام. والآن نسأل ولاحظوا وجربوا ذلك في واقعكم وتأملوا فيه. إذا استمر الطالب المجد في تحضير دروسه وحل تمريناته حتى نجح في الامتحان النهائي، واستمر الطالب الكسول يهمل في الواجبات المعطاة له ولا يحل شيئا من التمرينات، لا يصغي للمدرس في أثناء الدرس، النتيجة ينجح ذاك ويرسب هذا. هل ترون أن نجاح الأول ورسوب الثاني معلول لجهودهما، لأعمالهما، لكيفية تصرفهما في الصف، كيفية تعاملهما مع الدرس، أو نجاح هذا ورسوب ذلك معلول لعلم المدرس؟ هل
يستطيع هذا الطالب الكسول أن يقول لقد رسبت لأن المعلم كان يعرف منذ الأول أني سأسب؟ هل يستطيع هذا الطالب الكسول بأن يقول إن الطالب أن المعلم سجل في دفتر مذكراته منذ الأسبوع الأول وقد رأيته بنفسي، رأيته بنفسي إنه ذكرني وسجلني على أساس أني طالب كسول، لا أستطيع الخروج من عهدة الامتحانات؟ فإذا لست أنا المقصر، أنا حيث لم أدرس، أنا حيث لم أحضر، أنا حيث لم أصغي للأستاذ، أنا حيث كان يدرس المدرس أنا كنت مشتغلا بالرسم، كنت مشتغلا بلكز هذا ونغز ذاك. طيب، لا يقول أن تصرفاتي هذه هي المسؤولة عن فشلي، يقول لا، المعلم لأنه كان يعلم أني سأرسب فإني رسبت. طبعا لا تقرون ذلك ولا أحد منكم يوافق على هذا الحكم وعلى هذه النتيجة، وإنما تقولون بأن ما صدر من هذا الطالب مستند إلى كسله، فشله يستند إلى رسوبه، يستند إلى تقاعسه عن الدراسة، إذن هو المسؤول عن ذلك. بناء على هذا نقول استناد فشل الطالب الكسول إلى إهماله هذا هو الصحيح، وإن علم المدرس بذلك من خلال سلوكه في الصف. العقلاء جميعا يلقون اللوم والتبعة على الطالب الكسول لأنه أهمل، لا على المدرس، لأنه علم أن هذا التلميذ سيرسب، وبناء على ذلك لا نوافق على اعتبار أفعالنا معلولة لعلم الله تبارك وتعالى، وأن علم الله هو المسؤول عن فشلنا أو رسوبنا أو وصولنا إلى النتيجة المؤلمة القاسية وهي العقاب الأخروي. لحد الآن استعرضنا ثلاث أدلة للجبريين وهي أهم أدلتهم. طبعا هناك مسألة تتعلق بالقضاء والقدر سنناقشها في بحث القضاء والقدر، لكن فيما يتعلق بالجبر والاختيار لقد فرغنا من مناقشة أدلتهم، أدلة الجبريين، بادئين بمسألة الخالقية المطلقة ثم بمسألة الإرادة والمشيئة ومنتهين بمسألة العلم، ولكن لا بأس هنا بأن نضيف معيارا آخر يلقي الضوء على مسألة الجبر والاختيار، هو مسألة الندم. هذا موضوع أساسي واقعي يعرفه كل إنسان. نقول إذا كان الإنسان مجبورا واقعا فلماذا يشعر في داخله بالندم على فعل ما؟ لماذا يندم الإنسان على خطأ صدرت منه؟ لماذا يتمنى في بعض الأحيان أنه لو كان عاملا غير الذي عمل، لو كان عاملا غير الذي عمل؟ لماذا يقول الكافر يوم القيامة على ما يقوله القرآن؟ ولا بد أن الجبري يعترف بما ورد في القرآن. لماذا يقول الكافر يوم القيامة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ يطلب من الله تبارك وتعالى بعد أن شاهد الحقيقة، كان ينكر، كان يتردد، كان يتماهل، كان يتصور أن هذا يدعو إلى الحث والتشجيع فقط وليس واقعا. هذه التهديدات، النذر، الإخبار بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، أن الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها، أنك لا يحق لك أن تسيء إلى سمعة إنسان، أنك لا يحق لك أن تعتبر نفسك أعلى من الآخرين، أن تختال،
أن يصيبك الكبر والغرور، لأن أثار هذه تعكس على واقعك وعلى سلوكك، وستلقى جزاء ذلك يوم القيامة حتما. يقول: هذا الذي رأى أمر بالصلاة وتركها، أمر بأداء حقوق الآخرين وأعرض عنها، رأى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني إن الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام ولم يحج فإنه، ومن كفر فإنه كافر. ولذلك ورد في الحديث يقال لمن استطاع الحج ولم يحج: مت إما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لا مجال لأن تموت على الإسلام. طيب، هو قضى 70 عاما من عمره، 50 عاما من عمره بحسب الظاهر مسلم، الناس كلهم يرونه مسلما، هو يعتبر نفسه في عداد المسلمين، ولكنه حالة الاحتضار، يقال له: مت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. طبعا حينما يرى هذه المشاهد، حينما يرى واقعيتها، ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لماذا ارجعوني؟ يتندم، يندم على إهماله وغفلته، يندم على ما صدر منه، فيقول: ارجعوني لعلي أعمل، أتدارك ذلك، أعمل صالحا فيما ترك. الزمن الفائت، الزمن الماضي لا يعود، لا تستطيع أن ترجع عجلة الزمن إلى الخلف، لأن هناك حركة مستمرة دائبة لا تستطيع أن ترجعها. إذن لا معنى لأن تقول ارجعوني إلا بأن تعطى مهلة أخرى، ولكن أنى لك وهذا التمني، لا يأتيك الجواب إلا قاطعا حاسما: كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا زعم من عنده ومرفوض، لا يقبل منه. طيب، أليس كل ذلك لكون الإنسان مختارا فيما يفعل ويترك؟ هذا الذي يرى ذلك كله يستطيع أن يقول: لم أكن أنا الذي فعلت هذه الجرائم، صدرت مني ولكن لم أكن أنا صاحبها، إنما صدرت من الله تبارك وتعالى، أنا كنت مجبرا على ذلك، لم أملك اختيارا في الفعل والترك. لماذا يقول رب ارجعوني؟ لو كان الإنسان مجبرا لا يملك خيارا في حياته العملية، كل واحد منهم قد جرب ذلك. لاحظوا، تقول مثلا حين تأتي إلى محاضرة متأخرا، حينما تحضر إذا مجلس متأخرا، وقد فاتك نصف ساعة من بعد المثال أو ربع ساعة من الوقت، وقد فاتتك مسائل مهمة. لو كنت تحضر إلى السوق قبل نصف ساعة لاشتريت البضاعة التي تريدها، ولكنك تأخرت، وصلت متأخرا، فرأيت أن تلك البضاعة قد بيعت. لو كنت قد قدمت أسرع نصف ساعة لا حصلت على تلك البضاعة، فتتندم، تقول: لو كنت أحضر نصف ساعة أسرع، لو كنت أفعل الشيء الفلاني، لو كنت أهتم بالحضور في الساعة الفلانية. طيب، إذا كانت كل أعمالك وتصرفاتك جبرية لا تملك خيارا فيها، أنت آلة صماء تديرك الحلقات المتسلسلة في هذا الكون، أنت جهاز بسيط من معمل ضخم، أنت حلقة صغيرة في هذه السلسلة الكبيرة. طيب، إذا كنت كذلك، إذا كنت آلة صماء لا تملك اختيارا، لا تملك حرية التصرف، حرية الإرادة، فلماذا تندم؟ لماذا يستولي عليك الندم وتقول لو كنت أفعل؟ فهذا كله دليل على حرية الإرادة. إن الإنسان السليم يندم أحيانا على الصفعة التي أهواها على رأس مظلوم، بينما المصاب بالشلل لا يندم على ذلك. مثلا،
أنت إذا سقط من يدك إناء ثمين، إناء قديم سقط من يدك وتكسر، تتندم على ذلك، تتأثر، لماذا لم تمسك الإناء جيدا؟ أما المصاب بالشلل حين يسقط منه شيء لا يتندم، لأنه لم يكن قادرا على الإمساك به، لم يكن يملك بدا من ذلك. المسألة كانت تحصل أراد أم لم يرد، فهذا شيء أساسي، أنت تشعر بالندم والمصاب بالشلل لا يشعر بالندم. فإذا الإنسان السليم، الإنسان غير المصاب بالشلل يندم على الصفعة، والإنسان المصاب بالشلل لا يندم مطلقا على الضربة التي تمت منه. إذا أمسك شخص آخر بيدك وضرب بها على رأس إنسان، أنت لا تشعر بالخجل لأنه يراك، أنت غير مختار وغير قاصد لهذا المعنى، ولكن حين تكون قاصدا لذلك، حين تكون مريدا لذلك، لم يكن يجبرك أحد على ذلك. إذن الدليل هذا الندم دليل واضح على استناد التصرفات إلى الشخص السليم، أما الذي ترتعش يده من دون إرادة واختيار فلا يحس بالمسؤولية تجاه ما يصدر منه. فإذا أتصور أننا نستطيع أن نضيف الندم كدليل رابع يؤيد الاختيار وينفي مزاعم الجبريين. هناك ملاحظة أخيرة، وهي أن الجبري جبري ظاهرا ولكنه اختياري واقع. حين يناقش، حين يذكر رأيا، حين يتصدى لبيان عقيدة، يقول أنا جبري وهذه الآيات تقول بالجبر وهذه الأدلة تدعوني إلى الجبر ولا أملك اختيارا. طيب، ولكنه من الناحية العملية يحس بالاختيار، يتصرف وكأنه مختار، وهو مختار، إنما قلنا وكأنه مختار لأنه يتظاهر بكونه ماذا؟ جبريا، لكنه يعمل كأنه مختار وهو مختار في الواقع. إذن يتظاهر بكونه جبريا وهو مختار واقعا. هناك قصة لطيفة يذكرها جلال الدين الرومي في ديوانه أو في منظومته المفصلة المعروفة بالمثنوي، يقول إن رجلا دخل بستانا لشخص آخر، فوجد البستان مملوء بالثمار والفواكه الممتازة، صار يأكل من هذا الغصن ومن تلك الشجرة ومن هذه الفاكهة ويتنوع في الأكلات، وأحيانا يصيبه السرف والترف، يرمي ببعضها في الأرض ويسحق البعض الآخر. طبعا أتى بهذه القصة بصورة قصيدة منمقة على أسلوبه الخاص في مثنوي، ولسنا بصدد الجانب الأدبي أو الجانب الجوانب الفنية الأخرى في هذه القصيدة، وإنما يهمنا النتيجة التي يستنتجها وأسلوب الاستدلال الذي يذكره في هذه القصيدة. يقول صار يأكل من هذه الشجرة ويعبث بتلك الشجرة ويسحق بعض الثمار، فجاءه صاحب البستان صاحبه ماذا تفعل يا هذا؟ من أنت؟ من الذي جاء بك إلى هنا؟ قال لا تعترض علي، عبد من عباد الله يأكل في ثمار الله، ماذا بك؟ ألست موحدا؟ ماذا دهاك؟ لماذا هذا الجشع وهذا الحرص؟ ومن أنت حتى تعترض؟ استغرب صاحب البستان من هذا الذي يجيبه بهذا الجواب غير المنطقي غير المعقول، يناديه ويطالبه صاحب البستان بالمسؤولية عن أفعاله ويقول له ماذا تفعل، فيجيبه بأنك أنت ذو نظرة سخيفة وأنت لا تملك فهما صحيحا وأنا المصيب. قال طيب إذن ماذا تفعل؟ لماذا تفعل ذلك؟ قال عبد
من عباد الله يأكل في أرض الله وبستانه من ثمار الله تبارك وتعالى بقدرة الله تبارك وتعالى، فهل لك اعتراض على ذلك؟ قال طيب أنت وشانك. بعد قليل تركه شانه وصاح بغلمانه، فأمسكوا بهذا الرجل الزائر غير المرغوب فيه، الضيف غير المدعو، وربطوه بشجرة من الشجرات ربطا قويا، ثم أمر غلمانه بأن يضربوه بالسياط ضربا مبرحا مؤلما، صار يئن ويولول ويضطرب ويصيح. فجاءه صاحب البستان قال ما بك؟ قال قل لي هؤلاء يكفوا عن ضربي فقد أوجعني الضرب. قال لماذا تتألم؟ عباد الله تبارك وتعالى بقدرة الله تبارك وتعالى يضربون عبدا آخر بصوت من صياط الله. فصار يصيح بملء فمه ليس الجبر صحيحا، ليس الجبر صحيحا، ليس الجبر صحيحا، وإنما هو الاختيار الاختيار الاختيار. لاحظوا في مقام المناقشة وفي مقام التبجح وفي مقام التظاهر بالرأي يقول بأني أنا جبري وينفي كل مسؤولية له تجاه أفعاله، ويرى أن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وأن المؤثر في هذا الكون وفي هذه المجموعة مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الإنسان لا يملك تصرفا، لا يملك حرية، لا يملك رأيا، وإنما كل ما يصدر إنما يستند إلى إرادة الله تبارك وتعالى. إذا كان كذلك فإذن هو لا يملك أي مسؤولية. طيب لا تملك مسؤولية، الآن بنفس المنطق أقول لك، فلما جابهه بنفس المنطق وضربه فإذن اعترض. لماذا اعترض؟ لأنه مختار واقعا، لأنه يؤمن بالاختيار واقعا، وإلا لو كان منسجما مع عقيدته، لو كان منسجما مع مذهبه الزاعم بأن لا شيء في هذا الكون يتصرف من دون مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يملك اختيارا من نفسه، وإنما إرادة الله هي التي تعمل، فيجب أن يعرف أن هذا الصوت النازل على رأسه وعلى ظهره إنما هو صوت من سياط الله، صادر من عبد من عباد الله، يعمل بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يملك أي مسؤولية. فلماذا تتألم؟ لماذا تتألم؟ ولهذا نرى نظير ذلك أيضا في التاريخ. بهلول المعروف بأنه كان مجنونا ولكنه كان عاقلا، كان يقوم بحركات مضحكة وأحيانا حركات تدل على شيء من الجنون والكذا، فسمع خطيبا يتحدث عن الجبر، فيتحدث عن مجموعة أمور ثلاثة، فرماه بقطعة من الطين اليابس، وأجاب بهذه القطعة من الطين عن أسئلته الثلاث. ولكن الذي يهمنا هنا أنه كان يقول بأن الله تبارك وتعالى هو القادر، هو الفعال، هو الذي تصدر منه الأشياء، والإنسان غير مسؤول، فهو رمى بهذه الحجارة أو بهذه القطعة الكتلة الطينية اليابسة على جبهة الخطيب، وحينما اعترض عليه ذلك قال لم أكن أفعل ذلك، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي رماك. لو كان الخطيب منسجما مع واقعه، منسجما مع ما يدعي، لو كان قلبه ولسانه واحدا، لو كانت عقيدته متطابقة، لو كان باطنه مطابقا لظاهره، ظاهره يقول بالجبر ونفي المسؤولية للعباد، فإذا معنى ذلك أن الذي يضربك لا مسؤولية له، أن الذي يغصب حقك لا مسؤولية له. الجبري يجب أن يكون جاهزا في كل آن لأي اعتداء يصدر عليه. إذا اصطدم بالسيارة فسحقته السيارة وكسرت رجله يجب أن لا يعترض أبدا ولا يطالب بالتعويض، وإذا سرق منه سارق أمواله يجب أن لا يعترض عليه، لأن كل ما يصدر ليس مستند إلى أفعال هؤلاء، إنما يصدر من إرادة عليا. وإذا دخل إلى البيت فرأى انحرافا في
سلوك ولده يجب أن لا يعاقبه لأنه مجبر، ورأى كذا من زوجته كذا وهكذا. إذن يجب أن لا يعاقب أحدا ولا يحاسب أحدا عن تصرف مطلقا لأنه مجبر على ذلك، لا يملكون حرية التصرف، ولكنه واقعا مختار لأنه يحاسب الناس، لأنه يعترض على الناس، لأنه يلقي التبعية والمسؤولية على الناس. فمعنى ذلك إنه بظاهره جبري وبواقعه اختياري ليس جبريا. وهذا ما أردناه من قولنا أن الجبري جبري ظاهرا، جبري بلسانه، ولكنه اختياري واقعا لأنه في واقعه يعمل وينسى مع الاختيار وينسجم معه. إلى هنا انتهينا من سرد أدلة الجبريين ومناقشتها. إزاء ذلك نرى في المحاضرة القادمة إن شاء الله القائلين بالتفويض ثم المذهب الصحيح، وهو الأمر بين الأمرين. ومن الله تبارك وتعالى نستمد التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.